انت عارف انه المدرسة والجامعة دول بالمناسبة يعني عشان تبقى فاهم هم من اهم الاماكن ومن اهم المراحل في حياتنا وفي اعمارنا اللي تقدر تمارس فيها هوايات ما بين النشاط الفني او النشاط الرياضي. وبره بالمناسبة دايما يهتموا بالموضوع ده، يعني صعب قوي إن لم يكن من الاستحالة وبالمناسبة أحيانا يصل إلى الإلزام في بعض الجامعات إن يكون لك نشاط، يعني أنت مش هتتخرج غير لما يكون في عندك مريت بعدد ساعات معينة من الأنشطة سواء إذا كانت فنية أو رياضية. وطبعا برا اللي بيلعب رياضة ده بياخد كم منح غير طبيعية، ودايما كنا نقعد ننادي يا جماعة لازم ترجعوا الرياضة في المدرسة بقوة، ولازم تخلوا في رياضة في الجامعة والفرق بتاعت الجامعة وما إلى ذلك. فعجبني قوي 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 لما الاقي انه كليه التجاره في القاهره بتشجع الطلبه بتوعها على ان هم يلعبوا رياضه. طب تشجعهم ازاي؟ عميد الكليه بشخصه ونفسه وصفته وذاته، وده شيء بالنسبه لي حلو حلو ومقدر، يشجع الطلبه بتوعه ان هم يلعبوا كره عظيمه، واخد بالك عشان انت ايوه شكرا زيما، يشجع الطلبه بتوعه ان هم يلعبوا كره قدم فنزل هو لعب معاهم كوره علشان يشجعهم. دكتور جمال شحاته عميد كليه التجاره جامعه القاهره، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. قلنا يا دكتور على موضوع تشجيع الطلبه على لعب الرياضه وتحديدا كره القدم، وحضرتك بنفسك نزلت لعبت معاهم شويه. والله يا استاذ يوسف، انت حضرتك اشرت، كنت في برنامجك من شويه بتتكلم على التطرف وعلى الناس اللي واخده اتجاه سلبي. صح. انا الحمد لله استلمت العماده في 21 نوفمبر سنه 20. جميل. خدت عهد على نفسي ان انا اكون عميد الطلبه، وانا قبل ما اكون عميد انا استاذ موارد بشريه. رائع. فاحنا عندنا 60% من الشعب المصري تقريبا تحت سن 34 سنه. المجتمع المصري مجتمع شاب بطبيعته، وبالتالي لا يعني التواصل مع الشباب ده بالنسبه لي يعني يومي رياضه. انا يمكن مش بس في الكوره، وطبعا انا كنت لعيب كوره زمان، فلما بمر على الطلبه بنختم الموسم الدراسي فعاملين بقى مش كوره بس، كل الالعاب جواله، كان بيلعبوا ريست، بيلعبوا شطرنج، بيلعبوا الشعر. عندي ولاد رسامين واخد مركز اول مسرح على مصر والتاني مره في السنه دي. حلو قوي. احنا بنشجع كل حاجه، حتى التدريب عاملينه للطلبه مجانا. كان انا عندي اكبر برنامج بيدرب الطلبه على مهارات الالتحاق بالجهاز المصرفي، بجيب كل قيادات البنوك بتدرب الطلبه. رائع. بدربهم على الجرافيكس، بدربهم كمان معاليك على الكمبيوتر وعلى المحاسبه الالكترونيه، احنا بنعمل كل ما يرضي ربنا للطلبه بتاعتنا. ولازم ابقى قريب من الطالب حتى في طريقه لبسي وفي طريقه كلامي، وانا ماشي اسمع البنت تكلمني على الحق دور النهايه يا دكتور اروح مغيره، عندنا مشكله مع الدكتور السلام اجيبه ويتواصل مع الطلب، لدرجه الناس بقى بتقول ده عميد للطلبه، فهذا اللقب انا بحبه جدا. طبعا يعني. طبعا يعني حضرتك تعاملت مع الطلبه خلال السنتين وربنا يا رب يديمها معاهم باعتبار مش بس العميد، ده كمان الخبير الأستاذ المتخصص في المورد البشري، إنك تعاملت مع عقليات الطلبة وبتنميهم سواء إذا كان على المستوى الرياضي الأكاديمي، المهارات والأدوات اللي لازم يبقوا متسلحين بيها وهم بعد كده بيواجهوا حياتهم العملية بعد التخرج. أنا بقول لحضرتك يا أستاذ يوسف، الرهان مصر دلوقتي يجب أن يكون على الشباب، وهنلاحظ برضه فلسفة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مستمع جيد للشباب ولا يكاد يمر عام إلا ويستمع استماعا جيدا للشباب. صحيح. حتى لما دعا للحوار الوطني دعا ليه في الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي تقريبا أغلب الناس الصناع فيها والمدربين والمهتمين بها شباب. مظبوط. إحنا في الجامعة لازم نشوف الطالب دوت، أنا إزاي أخليه يروح لسوق العمل بسهولة؟ إزاي أخليه إنسان سوي؟ أنا عندي جامعات خلي بال حضرتك وهو يجب أن يلتفت إليها السياسيين والمقائمين على رسم السياسة التعليمية في مصر. إحنا يمكن من الثمانينات والجامعات المصرية، وأكيد حضرتك كنت طالب في الجامعة وتعلم، مليئة بتيار ملوث ويغلب عليه نشر الإحباط، حتى للأسف في بعض الناس يمكن يكونوا أساتذة في الجامعات بتبص تلاقيه أنا ببقى قاعد في مكتبة ألاقي فيه بنت طالبة أو جاي يقول يا دكتور في والله عندنا محاضر
يقعد يقول لنا حاجات بحس ان احبطني. فاحنا بنحاول، الطلبه جميله جدا وحلوه، احنا بنسميه الواي جنريشن، يعني جيل التكنولوجيا، جيل واعي جدا وجيل مثقف جدا وبيحس بيك جدا. يعني انا بلعب كده بالصدفه، انا كنت بمر، احنا بنعمل عندنا مبنى جديد، مبنى التراث بتاع الكليه بتاعتنا تأسس سنه 36، وانا بجدده كده، فبلف حوالين المبنى، فعندي مدير الشؤون الاداريه قال يا دكتور تعالى بقى نلف ونشوف الطلبه ونشارك معاه، فبقيت اقف مع كل طالب شويه، لقيت نفسي بلعب في وسطهم كده، وانا كنت بحب الكوره جدا واشجع الكوره، فحسيت ان احنا لازم على طول ابقى مع الطلبه. ببدا يومي 7 الصبح، اول حاجه بعملها المرور على المحاضرات واطمن ان كل الطلبه كل احتياجاتها متوفره. ومرينا بكليه التجاره في فتره كورونا دون اصابه طالب واحد، وانا عندي 54,000 طالب بيمتحن داخل كليه التجاره جامعه القاهره بفضل الله تعالى. الحمد لله الحمد لله. كنت بتشجع نادي ايه يا دكتور؟ انا اهلاوي بقى، بس محدش يزعل مني. يا بختك. بس مصر قبل كل شيء يعني. يا بختك يا دكتور جميل، اصل انا زملكاوي يعني الحمد لا احنا لله. كلنا بنحب مصر سواء اهلي او زمالك. كلها رياضه كلها رياضه كلها رياضه. اهم حاجه نوصل بالمنتخب لفريق قوي يمثل مصر، ومصر الحمد لله، والله مصر بلد جميله جدا. انا واخد دكتوراه من بريطانيا، ولو عايز تقول لي يعني لا مصر بلد جميله جدا، بس احنا نتمسك بالامل، وزي ما قلنا لازم نلتحم الشعب بالقياده. الكلمه اللي دايما الرئيس السيسي يقولها الوعي، احنا بنشتغل على الوعي. صح. الوعي الحقيقي المستند للمعلومات والبيانات ده مهم جدا طبعاً. جدا طبعا. وحضرتك كنت بتتكلم على الرئيس استفاد ايه من المشاريع، رئيس السيسي عمل مشروعات تعدي 5 تريليون، يعني 5000 مليار، مفيش مجال من مجالات الحياه لو اشتغل عليه. واحنا طبعا اولادنا دول بنقول لهم احنا بنامن لكم مستقبلكم. ومع الطلبه الحمد لله مفيش طالب بيخش مكتبي او بقابله في الطريق او بشوفه عايز حاجه الا وانا عامل جروب على الواتساب حاطط فيه الممثلين بتاع كل الفرق. والله لو واحد تعثر في اي حاجه بيلاقيني قدامه، وحضرتك تسال الطلبه، والحمد لله دي وظيفتي. انا فخور ان انا اكون خادم لبلدي. واحنا فخورين يا فندم ان عندنا دكتور جمال شحاته يدير الكليه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب وبالروح دي. حقيقه دكتور مبسوط جدا ان احنا اتكلمنا، واكيد هيبقى لنا مكالمات كتير او لقاءات اكتر باذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور جمال شحاته، عميد كليه التجاره جامعه القاهره.